السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. ادخل عليكم هذا العشر ذي الحجة وانتم بخير وعلى خير، وذكر لله تعالى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هللوا وكبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء في هذا العشر، والناس اللي كيصوموا الله يتقبل منهم، ونعلم وليداتنا هاد الشعائر وهاد الاذكار في هاد الايام المباركه ذي الحجه. والله يحفظنا ويحفظكم، وما تنساوش صوم مع عرفه والدعاء. ارى الله سبحانه وتعالى كينزل السماء السابعه وكيسمع الدعاء، واللي كيتمنى شي حاجه الله يناولوا ليها. والله يحفظنا ويحفظكم. صورت لكم هاد العبايات اللي صورت لكم المحل، كيتواجد في ابراج الصفوه في الدور الارضي. هاد العبايات كما كتشوفوا بحال الكريب، التوب ديالهم زوين بزاف، والسعر ديالهم تهو زوين اللي هو 50 ريال سعودي. خديت لي وحيده من هادو، عجباتني ورخيصه وزوينه كما كتشوفوا، عمليه. والتوب ديالها زوين، غسيل ولبس، ما تحتاج لا تصلحيها لا تكويها لا والو. وكما كتشوفوا زوينه، واللون ديالها زوين في هكا اللون هذا المارو كما كتشوفوا، لونها زوين وشكلها زوين ومستوره كما نقولوا. وفيها هاد الحجيرات هابطين حتى لتحت كما كتشوفوا، فيها جوج خطوطه ديال الحجر هابطين حتى لتحت. راه زوينه صراحه، والسعر ديالها زوين 50 ريال فقط، يعني تاخذوها الحجاج ياخذوها هدايا. زعما صراحه زوينه، 50 ريال ثمن مناسب. وسبقت وقلت لكم انني شريت واحد العبايه ب 90 ريال، وقلت لكم غنشاركها معكم. شوفوا هذه عبايه كريب صالون، كريب صالون ما كتحتاج كاع تصلحيها صراحه. خديتها ب 90 ريال، زوينه ومفرفره من التحت ومن الكمام، وفيها هذا العقيق منبت باليد. شوفوا كيف جات مفرفره من يدين، يعني عبايات في السعه في المتناول كما كتشوفوا. هذا كريب صالون كيكون توب شويه حرش، ولكن زوين ما كيحتاج انك تصلحيه. بالنسبه للناس اللي كيخدموا داكشي كيبغوا يلبسوا العبايه ديما وكيبقاو يلقاو مشاكل انهم يصلحوا العبايات، فانصحهم بكريب صالون. راه زوين، توب مناسب، والتوب غزال صراحه كما كتشوفوا. راه كاين توب كيتباع هنا كريب صالون، اللي بغى يديه يديرو جلالب، راه كاين في العزيزيه في مجمع العائله، كاين تمايا. راه غالي شي شويه، كيدير شي 80 ريال عندهم تما، كيدير 80 ريال للمتر، ولكن شي حاجه فن صراحه. الناس العشاق اللون الاسود، كريب صالون زوين صراحه، يديروه حتى جلالب ديال في المغرب ولا في الجزائر ولا في اي دوله. مهم كيجي زوين كعبايه، وكيجي زوين حتى جلابه كما كتشوفوا. هاد العبايه جاتها كمفرفره من التحت، فانا ما خرجت باش نصور لكم، لان دابا موسم الحج تبارك الله، الدنيا عامره بزاف، وبالحكم ان الانسان تيكون عنده وليدات صغار يعني صعيب انه يمشي، فكاين زحام بزاف. الله يبارك ليهم، واللي كيتمنى الحج الله يرزقه. وصورت لكم غير هاد الاشياء اللي قلت لكم عندي في البيت، غادي نصورها لكم. كنت تكلمت لكم على هاد العبايه، قلت لكم شريتها ب 90 ريال بالنسبه للناس اللي متابعين القناه ديالي. واللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي كنقول لهم مرحبا بكم عندي، والف مرحبا. اللهم بارك لنا ولكم، ما شاء الله تبارك الله، داكشي زوين صراحه. وصورت لكم هاد الشيلان اللي هما بحال بوسليم، ولكن توب رطيطه بصراحه، والسعر ديالهم فن صراحه كما كتشوفوا. الناس اللي ما كيبغوش هذوك الشيلان اللي كيكونوا مزموتين، صورت لكم هاد الشال اللي الثمن ديالو 14 ريال سعودي فقط. ب 14 ريال شوفوا كي داير، ومنبت ومطروز صراحه، فن تيحمق كما كتشوفوا. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وكما كتشوفوا صورت لكم هاد الشيلان، وكاينين هادوك الشيلان اللي كيكونوا كيتيريو في الكحل هكا، وعجبتني في داك العوينه هكا جات زوينه. وشاركتو معكم، والله يحفظنا ويحفظكم، وكنتمنى تبارطاجيو الفيديو، انكم تتابعوني في قناتي. شكرا لكم، والله يحفظنا ويحفظ وليداتكم ووليداتنا، والله يبارك لنا وليكم.